بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. السلام عليكم وبركاته متابعي قناة ناصر تي في، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. إذا اليوم رانا 31 ديسمبر 2022 ورانا متواجدين في سوق بويرة ليوم السبت، نقدر نقول هو اليوم آخر يوم إن شاء الله في سنة 2022. إن شاء الله نتمنى سنة 2023 تدخل علينا بالصحة والهنا. نبدا مع الفلوغ هدايا اللي راح يكون خاص الا بالماعز فقط. ما تنساوش خاطي تبارطاجيو الفيديو على 58 ولايه باش الناس تعرف السوق تاع البويره وتعرف واش فيه، يعني فيه الكباش، الماعز، الابقار، الاحصنه، كل شيء كاين هنا في السوق. نبدا مع خويا لهنايا اللي جاب لنا المعيزه هذه، الله يبارك ما شاء الله. الحليب راه متواجد بكثره الله. دوك هذه شحال تحلب ان شاء الله؟ هذه 4 رواتب، الله يبارك. هذه في لاراس ولا الصانين هادية؟ ما شاء الله هادية في الصانين. وهذا وليد هدايا اروع لهنا يا وليدي. اسمع باك تشرب بزاف الحليبة، حاجة قليلة فقط، ما تديناش بزاف الحليب يا خويا، الله يبارك. كذلك عندنا هدايا في السورية، معزة في السورية، الله يبارك. شوفوا ما شاء الله كذلك الحليب كاينة. شوفوا وليد ها شحال خرج شباب، اروح نصورك ندير لك 25 يوم فقط راكو تشوف، الله يبارك. حاجه شباب بزاف، دور ندير لك وجهك دائما تميز خوتي. هاي والله دائما تميز خوتي راكو تشوفوا، يعني الاذنين تاعهم طوال هكذا، الله يبارك. سينو هذا شحال داروا خونا؟ عطاونا 10 ملايين، يعني هديه. ومنا هديه شحال دارت؟ 10600، الله يبارك. سينو كاين سلعه في الكوري كاين هكذايا في الحجازي ولا الصين ولا الاردن هكذايا، الله يبارك. كاين بكثره خونا، الله يبارك. الكوري تاعك هنا متواجد في زموري، الله يبارك. صافي بليزير راهو قدامي يعني في بومرداس وما نعرفوش. 10 ملايين. اذا بالمناسبه ندخل لكم رقم الهاتف تاع خويا وان شاء الله نزوروا الكوري باسكو ماهوش بعيد عليا. هكذا نزيد ندير لكم فيديو خاص معاه في الكوري تاعو وتشوفوا السلعه اللي عنده. ها لكم ندخل لكم رقم الهاتف تاعو هكذا نجيب لكم بيان سير شيخ، نخلو رقم الهاتف ان شاء الله ونزور لكم ان شاء الله الكوري تاعكم، ندير لكم فيديو خاص هكذا باسكو انتم في زموري وانا في بومرداس ماناش بعاد، يعني رانا قراب ان شاء الله. انا في كوبيراتيف. اي والله. قول لي الرقم تاعك. 0778 31 71 33. اذا هذا هو الرقم تاعو، تقدروا تتواصلوا معاه وان شاء الله وقتكم ندير لكم زياره. خويا بارك الله فيك يعطيك الصحه. اذا راني مع الشيخ لنا الله يبارك كذلك، جاب لنا زوج معيزات هذوما يعني تاع البلاد هكذايا، تاع البلاد هذوما ما شاء الله. وشحال داروا هكذايا؟ داروا 67. داروا 67 في زوج، نقدروا نقولوا قريب 4 ملايين قريب 3 ملايين ونص الوحده هكذايا، ما شاء الله. شيخ نقول لك بارك الله فيك يعطيك الصحة، ربي يعينك. صحيت. ندوز عند خويا لهنايا، السلام عليكم. واش راك؟ خونا راه يخمم بعيد ما بالوش وراهو يدور، ولكن الله يبارك جاب لنا ماعز ما شاء الله. هادو ما كش لا راس ولا حاجه عاديه؟ ها؟ لا راس هادو ما؟ لا راس. الله يبارك. هادو ما كامل المعيزات يا اخي؟ ماشي. واش نتاعهم شحال يكونوا هادو ما؟ هادو صغار، هذه مربعه. هادي اربعه يا الله يبارك. والسعر تاعهم شحال حق هكذايا؟ هادو في جوج عطاو 6، هادو 32 ونص. الله يبارك. هادو ما في زوج عطاو لنا 6 ملايين وهادي 32 ونص. 32 ونص الله يبارك. صافا شيخ لاباس الحمد لله، بارك الله فيك وربي يعينك يعطيك الصحة. السلام عليكم. واش راك شيخ؟ لاباس؟ لاباس. شحال تموك هكذيا؟ 15 و50. 15 و50 ذكر هذا يا عدروس، 15 و50. بسم الله ما شاء الله. مع الفلوق هذا اللي قلت لكم راح يكون خاص الا بالماعز، وهذوما سامونا ب 14 و50. 17 و5 17 100، اسمحوا لي 17 100. ما شاء الله. نعم انت يا بيان سير، نعاود ندور بيان سير لكم دائما قناه ناصر تي في تحرص على الناس ما تحبش تقيسهم، ولكن الانسان كي طالبني صافي بليزير. هاو ليك المصغر الله يبارك. وين تسكن؟ بويره. نعم وين؟ بغني. الله يبارك. نحيو بالمناسبه خوتي من بغني الله يبارك. ريدو يعطيك الصحه. السلام عليكم. واش راك شيخ؟ لاباس راك مليح؟ بخير بيان. هذه معيزه ولا عتلوس؟ عتلوس. عتلوس الله يبارك ما شاء الله. وشحال السن تاعو هذايا؟ العمر تاعو شحال؟
سنين هذا يا ما شاء الله. والسعر شحال سموك فيه؟ 32. الله يبارك ما شاء الله شيخ، بارك الله فيك ويعطيك الصحة. ياسر حبيبي خويا، خويا العزيز السلام عليكم، واش راك؟ هذا خونا اللي نلقاوه في سوق البويرة خرو بابو دواو. الله يبارك جاب لنا هدية. الله يبارك، شوف ما شاء الله. نحيو بالمناسبة خويا العزيز هاوليك هنايا في سوق البويرة. سينو هذه هي قلت لي فلا راس ياك؟ سانين هذه. الله يبارك، واش حدا السعر تاعها؟ 33 يعني 3 ملايين و300. الله يبارك. صباح بيبي بخير، راك مليح خويا؟ الله غير الحمد لله. مون فرير سي جونتي خويا العزيز، وتهلا في روحك. سلامة صحيت سيدو. جوزو نشوفوا هذو هما المعايز كذلك لهنايا. ما شاء الله شوفوا خويا، الله يبارك ما شاء الله. السلام عليكم، وشاك اخي صافا شويه؟ لاباس راك مليح بخير؟ كيفاش صافا؟ لاباس خونا جاب لنا كذلك مجموعه من الماعز اللي هنايا راكم تشوفوا. الله يبارك، هادو ما يعني في العربيه تاعنا. شوفوا شحال شابين، شحال داروا هكذا جمله كيما راهم؟ شريهم خويا ما شراهم، شراهم خويا سمحوا لي خالتي. الله يبارك خونا، نقول لك بارك الله فيك ويعطيك الصحه سي جونتي خويا العزيز، يعطيك الصحه. زيد نشوف خويا اللي راهو من هيك لهنايا. السلام عليكم، واش راك خويا؟ صافا لاباس راك مليح خويا العزيز بخير؟ جبت لنا الجماعات الله يبارك. شوفوا شحال شابه هذه، هذا واش خرج ذكر ولا انت هذا؟ ذكر الله يبارك، عاتلو صغير ما شاء الله. هذا يا جدي الله ماشي يمه، لا لا يمه هذه الله يبارك. شوفوا خوتي هي برينات وهو بلون سما باباها اللي جاي هكذايا. الله يبارك ما شاء الله، وشحال دايروا هكذايا؟ 26 في زوج يا اخي؟ في زوج 26. اش تبيعهم في زوج ولا بالواحد؟ بالواحد ولا؟ بالواحد ولا ماشي مشكل. هذيك عندها الحليب مسكينه الله يبارك ما شاء الله. واحد الريت لها في النهار هكذاك؟ ها ريت لها ونص، ريت لها ونص. الله يبارك صافي بليزير. صافا يا اخي مون فرار لاباس؟ الحمد لله. ندوز عند اخي كذلك لهنايا، واش راك هنا؟ صافا جاب لنا عيزه ما شاء الله الله يبارك. شوفوا دائما ربما كاين الناس اللي ما تحبش، اللي تحب تعرف واش معناتها هذا الشيء اللي راهو دايروا لها، يعني هدايا باش ما تشربش الحليب يعني تولدون. شوفوا هكذايا وخدم لها كما شابه يعني صراحه. شوفوا شحال شابه هكذايا، باسكو علاش يعني لو كان يخلي لها تشرب، ودابري واش قالوا لي يعني قصرت مع جماعه يعني ماشي باش يحرمها يعني باش ما تشربش الحليب، ولكن باش تعلم تاكل يعني هكذايا، باش تعلم تاكل يعني. دوك هذه لو كان تخرج مع يماها تصرح وتخلي لها فمها ربما يعني تقعد تشرب غير في الحليب، ولكن هكذا كيتباعدها شويه ودير لها هديه تحب تاكل يعني الحشيش باش تعلم تاكل. وباش يعني الناس تشوف كذلك الظهر تاعها في السوق. الله يبارك واش راه يجيب بالحليب واش صح صحيت بارك الله فيك. وشحال دارت هكذا يا خونا؟ 31. دارت 31 هي ولا صافا شيخ لاباس؟ منين جيتنا انت خونا؟ من البويره. نحيو بيان سير خاوتنا من البويره خويا، نقول لك بارك الله فيك وربي يعينك يعطيك الصحه سي جونتي صحيت. هكذايا درنا لكم نظره على هنايا الماعز، الماعز اليوم يعني راهم ناقصين شويه هنا في سوق البويره، ولكن احنا المهم درنا لكم نظره باش تشوفوا السلعه اللي راهي موجوده هنايا في سوق البويره. إذن هكذايا قلنا واحد كذلك نشوفوا السلعه اللي عنده يعني جوج معزات فقط ونروحوا، لانه يعني ما كاش السلعه بزاف هنايا اليوم في سوق البويره للماعز يعني سينو حاجه واحده اخرى راهي متواجده بكثره. الله يبارك. السلام عليكم، واش راك هنا؟ صافا لاباس بخير؟ بيان الله يبارك. زوج معسات هذوما؟ زوج معسات الله يبارك. وشحال داروا هكذايا؟
58 كيس يعني نقدروا نقولوا 3 ملايين للوحده الله يبارك ما شاء الله الله يصورها في صور اذا هكذا درت لكم نظره على سوق بويره اللي خاص بالماعز اذا دائما دعوي الخير لخوكم ناصر ونقول لكم تهلاو في رواحكم قناه ناصر تي في تحييكم سلام.